الأخ محمد علي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الودن لمن يا أخ محمد؟ هذه الودن من أملاكنا الخاصة. ما شاء الله، ما هو الذي بيدك؟ هذه شجر نقطعها يعني. ما هو الذي بيدك؟ ما هو الذي بيدك؟ هذا فاس عطيف. لماذا؟ هذا نقطع به الأشجار. هذه قطعتها اليوم هذه الشجر كلها؟ نعم هذه كلها قطعتها اليوم. ما شاء الله، ربنا يديك الصحة والعافية. الجميل. هذه مبادرة ننقلها نقلة للعالم كله، للذي ساهم، الذي قدم الأموال. ونشوف المواطن ما ايش المبادرة حقه، مبادرة مليحة، مبادرة طيبة ان شاء الله. حفظك الله وراك الله، يجزيك الخير والعافية.